واشنطن تستمر بضغطها على إيران بشكل كبير للغاية، وهذه المرة الضغط يأتي عبر الخليج العربي وتحديدا عبر المملكة العربية السعودية، وهذا أصبح واضحا من خلال الاتصال الذي جرى يوم أمس بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير خارجية المملكة العربية السعودية السيد فيصل بن فرحان. من خلال هذا الاتصال أكدوا على العديد من النقاط، وواحدة من النقاط المهمة التي ذكرت بحسب بيان الخارجية الأمريكية هو كان مرتبطا بإيران والزعزعة التي تقوم بها في المنطقة بشكل عام، وهذا ما ذكر في بيان الخارجية الأمريكية. ناقش الوزيران التحدي الذي يمثله برنامج إيران النووي وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة وفرص زيادة التعاون في القضايا الإقليمية، وهذا الكلام وهذه المكالمة الهاتفية هي كلها تأتي لتهيئة الأجواء تماما لزيارة مرتقبة ستتم نهاية هذا الشهر تحديدا للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية. الكثير والكثير من الناس والمراقبين لم يتوقعوا أبدا هذه الزيارة أن تحدث، ولكن الآن كل التأكيدات وكل المصادر تؤكد بأنه فعلا سيكون في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض من أجل تحقيق العديد من الأمور، وهذا الأمر اهتم به العديد من المسؤولين السابقين الأمريكيين مثل براين هوك المبعوث الأمريكي إلى إيران بنفسه اهتم بهذه القضية، ووجد بأن على الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية الإعلان رسميا عن موت المفاوضات النووية، مما سيعطي دعما للمملكة العربية السعودية للبحرين للإمارات العربية المتحدة لدول الخليج بشكل عام، وأكد بأن هذه الدول هي تبحث عن السلام، ولكن إيران بحسب طبعا براين هوك لا تبحث عن السلام، هي تريد استمرار الزعزعة، تريد استمرار نشر الأيديولوجية الخاصة بها والثورة الخاصة بها بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس وجد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام فرصة لدعم مثل هذه التفاصيل ودعم تعاون أمني كبير يجري بين هذه الدول مثلا البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية وعددا من الدول في الشرق الأوسط من أجل مواجهة إيران ومواجهة الزعزعة القادمة في هذه القضية، وبالتالي هي أخبار سيئة للغاية لإيران بكل تأكيد في ظل هذه الزيارة، في ظل هذا الكلام بأن المفاوضات النووية لم يعد لها شيء، لم يعد لها قيمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت هي أخبار سيئة للرئيس الأمريكي جو بايدن لأنه سيفقد إمكانية الحصول على الغاز الطبيعي القادم من إيران والمهم للغاية والذي ممكن أن يلعب دورا في سد الحاجة من النقص الذي جاء بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشكل مباشر. وعلى هذا الأساس هذه القضية ستكون صعبة تماما على الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة وأن براين هوك أيضا أكد قضية بأن الرجل بالنسبة لبايدن منذ الأيام الأولى لرئاسته هو انتقد المملكة العربية السعودية، وحتى أنه اعتبر في مرة من المرات أن المملكة العربية السعودية هي دولة منبوذة، ولكن بعد ما جرى في أوكرانيا والحرب في أوكرانيا وحاجة العالم إلى الطاقة ها هو يعود ليطلب من المملكة العربية السعودية الطاقة، وبالتالي هذا أمر ضعيف وأمر صعب جدا على الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى بحسب طبعا براين هوك وما يتحدث به. وبالتالي هذه الزيارة القادمة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن فيها قضيتين مهمتين، ألا وهي مسألة الطاقة والحصول على الطاقة ومساعدة المملكة العربية السعودية في هذا المجال من أجل عملية استقرار أسعار النفط وأسعار العالم بشكل عام، وكذلك من أجل تقويض روسيا، من أجل قطع الطريق وقطع العلاقة نوعا ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا من أجل تقويضها وإضعافها بشكل أكبر مع العقوبات المفروضة عليها. ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن كما قلنا في مشكلة، لماذا؟ لأنه أساسا قام بسحب في نهاية مارس الماضي 180 مليون برميل للنفط من الاحتياطية الأمريكية الاستراتيجية، وبدأ يستخدم مليون برميل للنفط في اليوم الواحد، وهذه لمدة 6 أشهر من أجل وضع اتزان للأسعار في العالم وتفادي ما يجري كما تحدثنا من الأزمة الروسية، وهذه ولم يتبقى بالنسبة لبايدن إلا 5 أشهر من هذا الاحتياطية الاستراتيجية، وقد يحتاج إلى المزيد إن لم ينجح في هذه الزيارة، خاصة وأن الآن الأمور بالنسبة لأسعار النفط تزداد صعوبة شيئا فشيئا بسبب تراشق للعقوبات بين أوروبا وبين روسيا وكذلك بين الشركات الروسية للغاز وأيضا أوروبا بشكل عام. ما الذي جرى؟ الأمور كانت سريعة للغاية خلال 48 ساعة الماضية، أوروبا اتخذت قرارا
على أكبر مصرف روسي ألا وهو سبير بانك. هذا المصرف المهم للغاية الروسي فجأة قامت أوروبا بدراسة مسألة إلغاء السويفت، وقاموا فعلا بإلغاء السويفت عن السبير بانك. وبالنسبة لهذا السويفت، ولكي نفهم، هو يستخدم في عملية نقل وتحويل الأموال، الانترناشنال ترانسفيرز، عملية تحويل الأموال الدولية وحتى على المستوى الداخلي. هو مفيد، هو فيه قضية مفيدة جدا، نظام مفيد للغاية بالنسبة للبنوك، ويستخدم في كل بنوك العالم. وبالتالي هم حرموا سبير بانك من خلال هذه العملية من عملية الحوالات الخارجية بجميع أشكالها. ولكن كان هنالك بيان من نفس هذا المصرف طبعا أكد بأنه لم يتأثر، لأن التحويلات الداخلية في روسيا هي لا تعتمد على السويفت بأي شكل من الأشكال، وحتى الحوالات الخارجية لم تتأثر. ولكن هذا الأمر كان مؤثرا على المستوى السوق العالمي بشكل عام، خاصة وأن غاز بروم، شركة الغاز المهمة جدا وشركة الطاقة المهمة الروسية، أعلنت بشكل رسمي إيقاف تصدير الغاز إلى هولندا بسبب أن هولندا رفضت الدفع بالروبل الروسي. هذا أمر هو طلبته روسيا منذ فترة من الفترات، منذ أشهر طلبت أن تقوم هذه الدول الأوروبية بالدفع بالروبل بسبب اختلاف العملة وعملية الإكسشينج ريت والحوالات والتحويلات بين الدولار وبين الروبل بسبب العقوبات طبعا. فعلى هذا الأساس هولندا لم تعد تحصل على الغاز من روسيا، وكذلك هنالك عددا من الدول الأخرى مثل فنلندا، مثل بلغاريا، الحديث عن الدنمارك الآن، غاز بروم قامت بإيقاف تصدير الغاز. وبالتالي بسبب هذه التفاصيل وتحديدا ما قامت به أوروبا من عملية إلغاء السويفت على هذا المصرف الروسي الكبير، الآن ازداد سعر برميل النفط. وحتى يوم أمس كانت الواشنطن بوست قد ثبتت في حقيقة الأمر، وحتى البي بي سي البريطانية، بأن الأمر أصبح مقلقا، ووصل سعر برميل النفط إلى 100 أو أكثر من 123 دولارا أمريكيا، وهذا يعتبر رقما عاليا للغاية طبعا بكل تأكيد كما ترون هنا بحسب الواشنطن بوست. وعلى هذا الأساس الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة ماسة للنجاح في زيارته، وبحاجة ماسة لإقناع المملكة العربية السعودية أن تعود مرة ثانية في عملية مساعدته، وبالتالي يجب عليه أن يتبع السياسة الواقعية بحسب براين هوك، وهو ما اتفق معه واتفق به طبعا مباشرة مع براين هوك ديفيد أغنيشيز على الواشنطن بوست. هو اتفق تماما ووجد أن المملكة العربية السعودية من الممكن أن تحصل على ما تريد الحصول عليه من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنها في موقف قوة الآن، هي ليست في موقف ضعف. الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة هي التي طبعا في موقف ضعف كبير جدا، وبالتالي على الرئيس الأمريكي أن يمد يده للمملكة العربية السعودية ويقدم كل التطمينات فيما يتعلق في الحوثيين، فيما يتعلق في الفصائل المسلحة، فيما يتعلق بالقضية النووية، من أجل الحصول على مسألة وموازنة مسألة الطاقة في العالم التي من الممكن أن تكون مشكلة كبيرة جدا إن لم ينجح في هذه الزيارة بكل تأكيد. ولكن روسيا كانت قد سبقت الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة في هذه القضية. سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي كان في المنامة في البحرين تحديدا، وهو الآن في المملكة العربية السعودية، وهو في زيارته يركز على قضيتين مهمتين، ألا وهي الطاقة واستمرار التعاون في الطاقة مع المملكة العربية السعودية، وكذلك هو يركز على مسألة ما يجري في أوكرانيا. والمملكة العربية السعودية على المستوى السياسي هي تجد بأنه يجب أن يكون هنالك حلا سياسيا لما يجري في هذه الأزمة، وكذلك هنالك نقاشات على مستوى المفاوضات النووية التي تجري طبعا في إيران. ولكن الأهم بالنسبة لروسيا أن نركز على مسألة الطاقة. كذلك هو أيضا سيشارك في قضية مهمة جدا تجري في مجلس التعاون للخليج العربي، وهذا المجلس المهم للغاية، هنالك قمة لوزراء الخارجية العرب سيكونون موجودين فيه، هو أيضا سيكون موجودا في هذه القمة المهمة للغاية. وعلى هذا الأساس روسيا واضح جدا تحاول قطع الطريق تماما على الرئيس الأمريكي جو بايدن من تحقيق أي تقدم مع المملكة العربية السعودية، مستغلا تاريخ الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المملكة العربية السعودية في مسألة الانتقادات وغيرها التي كان يفرضها على السعودية بكل تأكيد. وكذلك أن روسيا رغم مسألة العقوبات التي نتحدث عنها والضغط ورغبة التعاون ومناقشة مسائل أوكرانيا مع الخليج العربي بشكل عام، إلا أن روسيا مستمرة في عملية التقدم بشكل كبير في شرق أوكرانيا، هي مستمرة في معاركها، ونتحدث هنا
في دونباس، لديها تقدم كبير جدا يجري في دونباس وتحديدا في لوغانسك. التقدم يأتي على مستوى عالي للغاية. إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نرى ما الذي يجري وما الذي جرى مؤخرا في هذه المنطقة المهمة جدا التي تعتبر نقطة استراتيجية بالنسبة لروسيا الآن. هنا الحدود الإدارية طبعا لإقليم دونباس، وهذه هي النقطة الفاصلة والحدود بين لوغانسك وبين دانييتسك، وبالتالي ما يأتي هنا هو سيفيرودونيتسك بهذا الاتجاه. التقدم يأتي كبيرا جدا بالنسبة للقوات الروسية، بدأت عملية اقتحام في هذه المنطقة تحديدا إذا ما اقتربنا منها لكي نعرف التفاصيل وكيف بدأ هذا الاقتحام الروسي الكبير الذي تستمر خلال الساعات القادمة. قد نسمع شيئا كبيرا قد جرى في هذه المنطقة تحديدا، بالتوقف هنا طبعا في هذه المنطقة المهمة بالنسبة لكي نتعرف على هذه المنطقة بشكل عام. هذه هي منطقة طبعا لتشانسك، هذه هي لتشانسك التي ترونها التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية، وكانت أيضا هي متواجدة في سيفيرودونيتسك، ولا زالت هنالك معارك في هذه المنطقة سنتعرف عليها. وهنالك دفاع كبير كان يجري في هذه المنطقة بهذا الشكل، تسيطر تقريبا على كل شيء، ولكن القوات الروسية عندما تقدمت بهذا الاتجاه وتحديدا بالنسبة، نتحدث هنا طبعا عن القوات الشيشانية تحديدا، عندما تقدمت ووصلت إلى هذه المنطقة قامت القوات الأوكرانية بعملية ضرب إحدى الجسور بهذا الاتجاه لمنع القوات الشيشانية من التقدم واقتحام هذه المدينة المهمة للغاية. وعلى هذا الأساس القوات الروسية بدأت تحشد في الغابات، بدأت تحشد بشكل كبير بهذا الاتجاه، وأخذت ضربة وقامت بضربة مهمة للغاية تأتي على هذا الجسر بهذا الاتجاه. هنا كما ترون وقد تكون واضحة بهذا الشكل لكم بأن هذا النهر وهو نهر دونتس بهذا الاتجاه هو نهر مهم للغاية وفيه عددا من الجسور. هذا الجسر طبعا الذي ترونه، أو دعونا نعود قليلا لكي نصحح هذا الأمر بالنسبة للنهر، طبعا هذا هو النهر مرة ثانية، هنالك عددا من الجسور التي يجب أن ننتبه إليها. هنا جسر طبعا كما تلاحظون بهذا الاتجاه بالنسبة للقوات الروسية، ضربوا هذا الجسر تحديدا وليس هذا الجسر، هذا الجسر أبقوه طبعا مفتوحا بالنسبة للقوات الأوكرانية، وذلك بعد ضرب هذا الجسر وأبقوا كذلك جسرا يعتبر هو جزءا من السكة الحديدية تحديدا الذي يرتبط بهذه المنطقة مباشرة إلى لشانسك. وبالتالي بعد ضرب هذا الجسر تحديدا من قبل القوات الروسية بالطائرات مباشرة، هو فتح مجالا للقوات الأوكرانية ورسالة للقوات الأوكرانية، انسحبي إلى لشانسك أيتها القوات الأوكرانية ودعينا نسيطر على هذه المنطقة، وبعدها ممكن أن تخلقين خط دفاع من هنا ويكون هذا الأمر أفضل لك وأفضل للمدينة. ولكن القوات الأوكرانية استمرت لمدة 7 أيام من دون أي انسحاب ورفضت الانسحاب، وعلى هذا الأساس جاءت القوات الروسية لتقوم بضربات مدفعية كبيرة على هذه المنطقة، وبدأت بالتقدم واقتحمت هذه المدينة تماما ووصلت إلى ما يقارب ما نسبته طبعا 40% حتى يوم أمس. واليوم بحسب الانترفاكس أكدت بأن القوات الروسية قد دخلت وسيطرت على مسافة وأخذت مساحة ما يقارب 70% من سيفيرودونيتسك بهذا الاتجاه. وبالتالي واضح جدا، ليس هنالك تأكيدات، بأن القوات الأوكرانية قد بدأت بالانسحاب إلى لشانسك. هذا ما يبدو طبعا من هذه العملية بكل تأكيد، ولكن القوات الروسية طبعا دخلت دخولا سريعا وليس واضحا إذا ما تمكنت من السيطرة على المطار. المطار طبعا لكي تسيطر عليه هي بحاجة للسيطرة على العديد من النقاط من الضواحي بهذا الاتجاه لكي تصل إلى هذا المطار المهم، ولكن واضح جدا بأننا أمام ساعات، قد نكون أمام أيام، 3 أو 4 أيام ويسيطروا على هذه المنطقة. وبالتالي قد يكون من الأفضل للقوات الأوكرانية اتخاذ هذا النهر كخط دفاع ويستمروا بالدفاع على لوغانسك، لأن هذه هي آخر المعاقل الرئيسية المهمة بالنسبة للقوات الأوكرانية لإبقاء لوغانسك. هذا يعتبر نصر كبير بالنسبة للقوات الروسية، يجب أن ننتبه. لوغانسك هي منطقة وجمهورية اعترفت بها روسيا واعتبرتها جمهورية مستقلة عن أوكرانيا بشكل مباشر، وبالتالي هذه القضية بالنسبة للقوات الروسية عند تمكنها من السيطرة من سيفيرودونيتسك بهذا الاتجاه وأخذها جميع هذه المناطق على نهر دونتس بهذا الاتجاه، فهو سيفتح الباب طبعا لها أن تضغط على بيلوريفكا، حتى هذه اللحظة لم تسيطر عليها، وكذلك هنالك ضغطا يأتي بهذا الاتجاه من القوات الروسية. وبالتالي واضح جدا بأن هذه المنطقة التي ترونها ألا وهي لتشانسك في الفترة القادمة مع استغلال هذا النهر كخط دفاع بهذا الاتجاه، واضح بأنها ستتحول كماريوبول على بحر آزوف
وستكون فيها معارك خطيرة جدا مع القوات الروسية بعد الانقضاض عليها ومحاصرتها من جميع الاتجاهات، وبعدها تدمر، وسنجد أن المعركة تتحول مثل ما جرى في مصنع أزوفستال، وسنرى انسحابات كبيرة جدا وانهزاما وحتى تسليما من قبل القوات الأوكرانية والجنود الأوكراني لأنفسهم للقوات الروسية. بالتالي روسيا تلعب على العديد من الخطوط في هذه المعركة، وهنالك ترقب كبير لما يحدث. ولكن الأهم من هذا الأمر، هل ستنجح الولايات المتحدة الأمريكية في زيارتها إلى المملكة العربية السعودية، أم أن روسيا فعلت ما هو كافي بالنسبة إليها للحصول وتأمين قضية علاقاتها وروابطها مع الخليج العربي بشكل عام في مسائل الطاقة. إذن We'll be right back.